اهلا وسهلا بيكم مع وصفه جديده اخرى من وصفات مطبخ بوس الجمعه. النهارده انا جايه متعمده اعمل كيكه اقتصاديه وقلبتها في الطايه. حطي عليها التاتش بتاعك، اي لمسات. ده بودر، انا بس بعمل لمسات التاتش الاخيره، عاملاها على هيئه زهره. يلا نتابع الطريقة. طريقة التورتة اللي بدون بيض خالص، استخدمتها بيضتين اتنين فقط، بيضتين اتنين، هنعمل احلى تورتة ومعلقة نشا. نعمل هنا الكيكة، انا عاملاها جاهزة، عملتها ببيضتين اتنين وكوبايتين دقيق وكوباية ربع زيت، كوباية وربع سمنة، كوباية وربع سكر، وعملتها عشان ما اطولش معاكم الفيديو. بس طيب انا دلوقتي جيت اقلب الكيكه، لقيتها زي ما انتم شايفين اتكسرت مني. هل هسيبها؟ لا مش هسيبها. هعمل ايه؟ خلينا مع بعض كده خطوه خطوه ونشوف هعمل فيها ايه. انا كده هقطعها اهو، بصوا هي اتنين اهي، شايفين المنظر؟ لا مش هبوظها، هي كيكه عاديه جدا وهقلبها تورته. انا عايزه اعمل حاجه حلوه وعايزه تكون مش كيكه تقليديه، تمام؟ هقطعها كده زي ما انتم شايفين نصين اهو. بسم الله، انا عملتها ببيضتين بس، طلعت معايا كيكه حلوه وجميله، مش عملتها مخصوص للتورته. خلينا مع بعض خطوه بخطوه. خلاص كده قطعتها نصين اهي، سكين عدت من هنا. هاجي اخد الطرف الاولاني على طبق كده اهو، وهاخد الطرف التاني على طبق اخر، هلفها. انا هنا حاطه طبق التورته على حاجه عاليه عشان اعرف الف. اخد الطرف التاني اللي قطعته على جزء تاني. طبعا لازم تركزي انت حطاها ازاي علشان تعرفي ترجعيها تاني لنفس المنظر، تمام؟ اهو هسقيها هنا. انا عملت هنا عصير موز بالاناناس اهو، ضربت ثلاث موزات اهو، ضربت ثلاث موزات في الخلاط مع كومبوت الاناناس، وهسقي بيها. طبعا لازم يكون بارد. انا ليه اخترت الموز؟ عشان انا عايزه اطعم الكيك بطعم الموز، مش عايزه احطه في حتت، تمام؟ تمام كده. انا هنا عامله صوص، عامله صوص شوكولاته، عملت اخدت منه جزء جامد اهو، الجزء الجامد اهو زي ما انتم شايفين لسه سخن، وسبت جزء على النار، سايباه على النار اهو، عايزاه سايل كده بالمنظر ده عشان هذوق بيه التورته، تمام. هضيف كده الكريمه الشوكولاته في الطبقه الاولى اللي انا سقيتها. طبعا الموز اهو شارب بيه كده، هتبقى الكيك بطعم الموز. تمام، حطيت صوص الشوكولاته اللي انا عملته او مهلبيه الشوكولاته. هرجع اضيف الكيك اللي اتقطع مني بنفس المنظر زي ما انتم شايفين، واحط الجزء الثاني. هنزل الجزء التاني، اظبطها بقى كده خلاص، ولا اكنها اتقطعت مني. اكمل الزواق بتاعها. طبعا منساش ان انا اسقيها من كريمة الموز، اخرمها كده عشان الكيك يشرب من
الصوص الحمص. الكيكه زي ما قلت لكم انا عاملاها في الخلاط ببيضتين. حبيت اعملها اقتصاديه، تورته اقتصاديه جدا ما فيهاش اللي ما بيحبش بيض كتير. انا حطيت بيضتين، معلقتين خل، كوبايه ونص سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايتين دقيق، ونص كوبايه لبن، وفي الاخر خالص طبعا البيكنج باودر والفانيليا مع البيض، معلقتين خل طبعا عشان يديكي هشاشة. في الاخر خالص انا عملت حطيت عليها نص كوباية مية سخنة، وقلبتها بسرعة بعد ما قلبت كل المكونات مع بعض، ودهنت الصينية دقيق وحطيتها عليها ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. طبعا بسخن الفرن الاول. هنا بقى انا عاملة هنا صوص الشوكولاتة اللي لسه على النار. يبقى انا كده عملت تورتاية من غير كريم جانشي خالص ولا اي كريمة. هصب بسم الله الصوص الشوكولاتة، خليها تتحرك يمين وشمال. حركها عشان تنزل في كل الاتجاهات. زي ما انتم شايفين انا حاطه طبق تحت عشان الزيادات اهو. الطبق اهو اللي بينزل فيه الزياده، بحاول يبقى اهو ناحيتها كده تمام. غطت التورتاية كلها. عندي هنا كاكاو، هرش عليها كاكاو. هنا انا عامله شوكولاته بيضة على مهلبيه باللبن عادي، لبن بودر، وسبتهم يبردوا وضربتهم شويه في بعض. هزوق بيها التورتايه زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده، مفيش كريم شانتيه خالص. هضيف هنا الكريمة في كيس الحلواني. بسم الله هبدأ اعمل حاجات بسيطة كده عشان انا هعمل، تابعوني بس ايه في دسوقها. دي حاجة كل واحد وذوق. هبدأ اجيب معلقة اعملها كده، بسيط لجوه، معلقة صغيرة واعملها كده لجوه. وده شكلها النهائي. كان عندي هنا شيبس حطيته، شوكولاتة شيبس، وكان عندي جوز هند حطيت منه. هو ده الشكل النهائي بتاع التورتاية. والتورتة كانت تورتة اقتصادية. تعمدت مع اني عندي كل حاجة تخص التورتة، تعمدت ان انا اعملها اقتصادية للناس اللي حبت تسألني ازاي نقدر نعمل تورتة بدون بيض كتير. او لو عندك كيكة عادية جدا تقدري تعملي التورتة بأقل مكونات، بشوية لبن عندك، بشوية نشا، باكو شوكولاتة، أي بواقي شوكولاتة عندك، هتعملي أحلى تورتاية بالمكونات الموجودة عندك في البيت. أتمنى تكون طريقتي النهاردة عجبتكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة أخرى من وصفات مطبخ بوسيم هيما.